سابقا في نهاية العالم وما بعدها، أحداث ضخمة جدا وأحداث كبيرة جدا سوف تحدث في يوم واحد وتنتهي الحياة على سطح الأرض. بعد انتهاء الحياة على سطح الأرض سيتوقف الزمن تماما. هنالك فرق فعلا بين يوم القيامة الذي تحدثنا عنه وبين يوم البعث. لا يوجد ما يسمى حياة داخل برزخ. لماذا؟ أما يوم البعث والحساب تبقى السماوات مطويات بيمين الرحمن، وسوف يأتي الله بأرض جديدة. ويوم البعث والحساب ستبقى السماوات مطويات بيمين الرحمن، قال تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وسيأتي الرحمن بأرض جديدة، جديدة بمواصفاتها وشكلها، قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض. أما الشكل العام للأرض سيكون مسطحا، قال تعالى: وإذا الأرض مدت. وسيكون سطح الأرض عبارة عن كثبان رملية خفيفة، قال تعالى: وكانت الجبال كثيبا مهيلا، وقال: وتكون الجبال كالعهن المنفوش، والعهن هو الصوف المنفوش، وقال: وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وبست أي الطحين الناعم جدا والمبسوس، فكانت هباء، والهباء هو الرماد، منبثة أي متطايرا. وستكون هذه الرمال وهذه المرتفعات متحركة، قال تعالى في سورة الكهف: ويوم نسير الجبال، وقال في سورة النبأ: وسيرت الجبال فكانت سرابا. أما قوله تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها، فكان الشائع والمعتقد أننا نحن أثقال هذه الأرض، لكن إذا علمنا أن نصف قطر الأرض 6400 كيلومتر، فإذا غطينا سطح الأرض كاملاً بطبقة من البشر وليكن ارتفاع الشخص مترين، سوف نزيد على 6400 كيلومتر مترين فقط، وهذا لا يشكل رقماً. إذا فرضنا أن الأرض متجانسة ونصف قطرة 6400 كيلومتر، سيكون وزن الأرض يساوي 6 وأمامها 24 صفراً من الكيلوغرامات. إذا أتينا بعشر مليارات من الأشخاص وكان وزن الشخص فرضاً 100 كيلوغرام، سيعطينا وزن 1 وأمامه 12 صفراً، أي ستكون الأرض أكبر من وزن البشر الذين عليها بنسبة تساوي 6000 مليار مرة. الأرض وزنها أكثر من وزن البشر، إذا نحن لا نشكل ثقلاً بالنسبة لهذه الأرض. أثقال الأرض الحقيقية هي الحديد والنيجل المتجمع في مركز الأرض. إذا أخرج هذا الوزن ستعود الأرض مسطحة مثلما قال تعالى: وإذا الأرض مدت. وسوف تكون أجسامنا نحن البشر تحت هذه الطبقة من الرمل. بما أن كثافة الرمل أكثر من كثافة الإنسان، لذلك أي حركة اهتزازية لهذه الطبقة من الرمل سوف تصعد أجسامنا إلى سطح هذا الرمل. قال تعالى صراحة: إذا رجت الأرض رجا، بهذه الرجة سوف تصبح أجسامنا فوق سطح هذا الرمل. سينزل من السماء ماء، قال تعالى عنه: ماء مباركا. هذا الماء سيعيد الجينات الوراثية إلى هذه الأجسام. قال تعالى: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. من بعد أن تبتل هذه الأجسام بالماء ستأتي صيحة أو زجرة واحدة ليس لها تكرار لكي يستيقظ الجميع، قال تعالى: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة
والساهرة هي الأرض الرملية البيضاء. أما في آية أخرى قال تعالى: صيحة واحدة ما لها من فواق، ليس لها أي تكرار. وبعد هذا النفخ في الصور يقول تعالى: وكل آتوه داخرين، والرجوع سيكون إلى الله وحده. قال تعالى: إن إلى ربك الرجعى. ويقول في سورة الكهف: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. سيكون الرجوع بسرعة، يخرجون من الأجداس كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي. مهطعين أي مسرعين. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، وسيكون بشكل فوضوي. قال تعالى: إذا بعثر ما في القبور. إذن الخروج سيكون سريعا وبشكل فوضوي وغير منظم في بداية يوم البعث والحساب. وفي هذا الظلام الدامس وهذه الرمال المتحركة، سيحمل كل إنسان أوزاره وذنوبه على ظهره. سميت الوزر لأنها حمل ثقيل وغير نافع. قال تعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. وأيضا إذا أضل إنسان إنسانا آخر لا يحمل أوزاره فقط، لكن سيحمل بعضا من أوزار ذلك الشخص الذي أضله. قال تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم. ولا يساعد أي أحد أحدا آخر في حمل الأثقال. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقال أيضا: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. يسمى الوزر لأنه حمل ثقيل، ومنه جاءت كلمة الوزير لأنه يساعد في حمل أعباء المسؤولية. وهنالك فرق بين كلمة الوزر وبين كلمة الثقل، فالثقل دائما تكون للحمل النافع. قال تعالى عن المخلوقات الأخرى التي تساعدنا في حمل الأثقال: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. أما كلمة الوقر فهو الحمل الثقيل جدا جدا. قال تعالى عن الرياح التي تحمل غيوما كاملة فيها مليارات من الكيلوغرامات من المياه، قال تعالى: فالحاملات وقرا. وأهم ما يحمله الإنسان يوم القيامة من ذنوب، وهذه ملاحظة هامة،